بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. عنوان حلقتنا اليوم التفاؤل والأمل. يمكن ناس كثيرة جدا تقول لي جاي بتتكلم عن التفاؤل وعن الأمل، اللحظة دي أنت مش شايف قانون التصالح؟ أنت مش شايف الدنيا ماشية إزاي؟ أقول لك لولا الأمل والتفاؤل ما استطاع الإنسان أن يكمل حياته. أكتر من كده، أهل العلم قالوا لأن يفقد الإنسان بصره أو جزء من عضو من أعضائه خير له من أن يفقد الأمل. اللي بيفقد الأمل يا جماعة بيفقد كل شيء، لكن بالأمل والتفاؤل يستطيع الإنسان أن يكمل مسيرته. أي إنسان وصل للقمة، استطاع أن يكون قائد، استطاع أن يكون ناجح في عمله، اسألوه كان عندك أمل وكان عندك تفاؤل؟ هيقولك أكيد. طب وكان في صعوبات في حياتك؟ يقولك أكيد كتير. هو التفاؤل عبارة عن إيه؟ الإنسان ينظر إلى الإيجابيات، الحاجة الجميلة، عكس التشاؤم تماما بتمام، اللي هو ينظر الإنسان إلى السلبيات. ويمكن في علوم الإدارة وانت بتدرس كده بيضربوا مثل صغير بس معبر، ولك لما تيجي تنظر انظر نصف الكوباية، الإناء اللي هو ممتلئ، واحد يقول لك شوف كوباية نصها مليانه، واحد يقول لك نصها فاضي. عينك وقعت على إيه؟ على الجزء الإيجابي، يبقى عندك أمل وتفاؤل. وقعت على الحاجات السلبية والتقصير، يبقى هنا مفيش أمل ومفيش تفاؤل. الإنسان مننا يا جماعة هو عبارة عن حاضر عايشه اليوم، ماضي، ومستقبل. الثلاث حاجات دول الإنسان المفروض ينظر إلى ماضيه يأخذ عظة وعبرة، ويهتم بمستقبله ولا ينسى حاضره. مش معنى أنا كان عندي ظروف أمس أو أن أنا محتاج حاجات بكرة أنسى الحاضر تبعي. عيش الواقع صحيح، لكن اجعل الأمل أمام عينيك. وتلاقي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بشروا ولا تنفروا. كان في عز أزمة يمر بها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ويبشرهم بفتح اليمن والشام. وهذا كان من التفاؤل. الإنسان مننا يفكر في أشياء، أعرف اللي أنت بتفكر فيه هو اللي هيحصل. إزاي الكلام ده؟ كان في أربعة شباب قعدوا مع بعض، وأسمائهم كلنا نعرفها، ثلاثة إخوة وصديق ليهم. الثلاثة الإخوة عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيه مصعب، وأخيه عروة، ثلاثة أخوات. ومعهم عبد الملك بن مروان، شباب في مقتبل العمر بيتكلموا مع بعض، ساعة غروب ساعة صفاء. فكل واحد قال نشوف احنا ايه الطموح اللي عندنا، او التفاؤل اللي عندنا، او المكان اللي عاوزين نوصل ليها. زي ما بتسأل كده طالب مثلا في الثانوي او في اعدادي نفسك تشتغل ايه، واحد يقولك دكتور، واحد يقولك مهندس، واحد يقولك ضابط، واحد يقولك انا عايز اكون محامي. ايا كان كل واحد له طموحه. فاما الاول عبد الله ابن الزبير قال أنا عايز أكون حاكم الحجاز. شاب صغير طلب أمنية عنده، رجاء أن يصل أن يكون حاكما للحجاز. أخي مصعب بن الزبير قال لا، أنا عايز أكون حاكم بس أي دولة؟ العراق وفارس. عبد الملك بن مروان اللي هو صاحبهم لسه ما كلمش على أخوهم الثالث، قال لهم إذا ما رضيت أنت بحكم الحجاز، وإذا رضيت أنت، بيتكلم مع عبد الله ومع مصعب، فبيقول له إذا رضيت أنت بالحجاز حاكما، ويقول لمصعب وإذا رضيت أنت بالعراق وفارس حاكما فأنا لا أتنازل، لا أنا طموحي أكبر من كده، إلا أن أكون خليفة، أنا بقى اللي أكون الحاكم لكل ده. ونظروا إلى عروة أخيهم، وماذا تريد أنت؟ أنت عايز إيه بقى؟ واحد عايز يكون حاكم الحجاز، واحد حاكم للعراق،
والثالث قال عايز أكون خليفة حاكم للكل. ماذا تريد أنت يا عروة؟ قال أما أنا فأريد الاهتمام بالكتاب والسنة حتى أصبح عالما من علماء المسلمين، فأستفتى فأفتي بما يرضي الله وما يرضي رسول الله فأكسب دنيا وآخرة. أربع شباب تمر الأيام ويحقق الله لكل منهم ما فكر فيه. تخيل، هو ده التفاؤل، هو ده الأمل. هتقول لي طب الوضع مختلف، احنا عايشين حياة شوية مختلفة وظروف صعبة، لكن مرينا بظروف كورونا وأنهينا عام دراسي بأبحاث وهنبدأ عام دراسي مش عارفين إيه اللي هيتم فيه، لكن خيرا فعلت وزارة التربية والتعليم إن بدأت ملامح العام الدراسي الجديد. عشان كده حديثنا اليوم التفاؤل والأمل. عملوا تقريبا كده 33 نقطة أوصوا بها وكلاء الوزارة في المحافظات، أوصوا بها مدراء المدارس وحتى المدارس الخاصة. جاء ذلك في جريدة الوطن تحت عنوان عاجل الوطن ملامح العام الدراسي الجديد في 33 نقطة، هنقول بعضها كده سريعا. رقم واحد، الحضور يومان فقط لجميع المراحل الدراسية. وهنكمل ال 33 نقطة، بس معي على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. سلام عليك يا دكتور. أهلا وسهلا، أخبار حضرتك؟ الحمد لله، كل عام وأنت بخير يا دكتور. بارك الله. معالي الدكتور، كثير من الناس وأولياء الأمور يسألون عن ملامح العام الدراسي الجديد، هل الحضور هيكون يوميا؟ هل بكامل العدد؟ رؤية حضرتك أو ما لديك من معلومات عن ملامح العام الدراسي الجديد، اتفضل يا دكتور. طبعا الدولة حريصة على أن التعليم يستمر لتحقيق أهدافه التربوية والتعليمية. تمام. لذلك الهام يكون تعليم لهجين أو طبيب اللي بيجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد. تمام. و70% تقريبا من التعليم عن بعد هو اللي يستخدم في المدارس وفي الجامعات، و30% من التعليم وجها لوجه في صورة مجموعات صغيرة أو في صورة أن الطلبة بيحضروا بعض أيام الأسبوع. لم يتحدث بعد هذا الأمر، سيتم إعلانه يوم الثلاثاء القادم بواسطة الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. معالي الدكتور، معالي الدكتور، معذرت على المقاطعة، معالي الدكتور، حضرتك ذكرت أن 70% عن بعد و30% تلقي التعليم داخل المدارس أو الجامعات ان شاء الله. وحضرتك ذكرت ايضا ان يوم الثلاثاء القادم سيكون اعلام من معالي وزير التربيه والتعليم دكتور شوقي عن هذا الامر ان شاء الله. اتفضل معالي الدكتور. هو طبعا الاعتبارات الصحيه المرعيه لكن هو يهمنا بالدرجه الاولى الجانب التعليمي، ان اولادنا هيتعلموا من خلال الاستقلال في التعلم عن طريق التابلت وعن طريق التطبيقات النقالة وعن طريق منصات التفاعل اللي بتتم بين الطلاب وبين المعلمين في المدارس وفي أساتذة الجامعة. تمام. وبين المنصات اللي وزارة التربية والتعليم أعدتها في موقع وزارة التربية والتعليم بغرض التواصل والتفاعل بين الطلاب وبين المعلمين. تمام. فهي يعني أوعية تكنولوجية متعددة بيستخدمها التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، وهو في الأساس يعني مخاطبة العقل
وإقدار المتعلم على التفكير والتعليل وإبداء الرأي والحوار والنقاش والتعليق والتفكير والتدليل وكل دي مهارات عقلية عليا. تمام. فكرة الكتاب المدرسي أعتقد أن هي أصبحت من الماضي، وأن لابد الاعتماد على بنك المعرفة باعتباره بنك المعرفة أكبر مكتبة إلكترونية موجودة في العالم وأن هي فيها فيديوهات وفيها معلش معالي الدكتور حضرتك بس لو تتحرك في مكان فيه شبكة شوية. يا ريت الشباب حاولوا كمان مرة تانية مع الدكتور حسن شحاتة. مع الدكتور معايا؟ ألو؟ أيوه معاك يا فندم. اتفضل يا دكتور. مع حضرتك. اتفضل يا دكتور اتفضل. هو القضية الأساسية العام الدراسي يستمر 32 أسبوع، وإن العام الدراسي لابد إن الطلاب يكون في جزء من العمل جزء من اليوم، يعني بعض ايام الدراسه داخل المدرسه، وده في الجانب التطبيقي والجانب العملي. تمام. الجانب العامل والجانب الميداني، اما الجانب النظري والاكاديمي فسيتم الاعتماد فيه على التعليم عن بعد والتعليم اونلاين، بحيث يتم خلال هذين المسارين الوصول الى اهداف التعليم بكفاءه واقتدار. المطلوب من اولياء الساده اولياء الامور تمام الثقه في وزاره التربيه والتعليم، واقناع ابنائهم بان هذا هو الطريق السليم للتعليم ده على مستوى العالم كله، وان لابد التخلي عن الافكار التقليديه القديمه، التخلي عن التعليم من خلال المعلم الخصوصي ومن خلال الكتاب الخارجي ومن خلال استخدام السناتر المختلفة، لأن ده أصبح من الماضي، وأصبح الآن المتعلم سيعتمد على نفسه، وأصبح الاستقلال في التعليم أن المتعلم لا يعتمد على غيره في العملية التعليمية، ده بيؤدي إلى اكتساب المتعلم الثقة والقدرة على أن هو يكتسب المعلومات وينتقل من التعليم إلى التعلم، يصبح المتعلمون قادرون على جمع المعلومات وتصنيفها والتعليق عليها وتفسيرها وإبداء الرأي فيها، ده حتى عملية الامتحان ستتم أيضا عبر التابلت وعبر التواصل من خلال المنصات ومن خلال الهواتف النقالة وتطبيقاتها المختلفة، فلا يقتصر على العملية التعليمية ولكن يمتد إلى عملية الامتحانات والتقويم في اثناء العام الدراسي وفي نهايه الفتره النصف الاول والنصف الثاني من العام الدراسي ان شاء الله. معالي الدكتور يمكن حضرتك ذكرت ان كده الغاء الكتاب المدرسي والغاء الدروس الخصوصيه، ودي كان يعني كثير من الشعب المصري واولياء الامور معتمدين على هذا الامر، وذكرت ان هيكون التعليم اونلاين، الاونلاين يحتاج مني حاجتين، شبكات نت قويه والكهرباء ما تقطعش خاصه في الارياف والقرى. هو طبعا تم اعداد القاعده التكنولوجيه والبنيه التكنولوجيه السليمه والسريعه بالتعاون مع وزاره الاتصالات ووزاره التربيه والتعليم، واما في القرى والنجوع والاماكن البعيده فسيسمح باستخدام بعض المواد التعليميه مثل الكتب المدرسيه لعدم وجود النت فيها وعدم تغطيه النت تمام في المناطق، او عدم وجود النقال في ايد الطلاب وعدم استخدامهم للمنصات التعليميه، لكن هو بتكلم في العموم والشمول. تمام. ان القضيه الاساسيه اللي بتخاطب اكثر من 80% من المحافظات، والساده المحافظين يعتبروا مسؤوليه مباشره عن انجاح هذه العمليه التعليميه، لان المحافظ من مهامه الاساسيه متابعه العمليه التعليميه والمساعده على تسجيل العقبات وتيسير الامور بحيث ان ما يحدثش مشكلات في العمليه التعليميه، وان التعليم الناجح هو التعليم الذي يعتمد على الكمبيوتر وعلى التعليم عن بعد،
وده ليه فوائد كثيره وبيستخدم في دول متقدمه زي كوريا الجنوبيه وسنغافوره واليابان وغيرها من الدول المتقدمه التعليميه. الاستاذ الدكتور حسن شحاته استاذ المناهج بكليه التربيه جامعه عين شمس، شكرا لحضرتك. سيادة الدكتور ذكر حاجات مهمة جدا جدا، إن إلغاء الكتاب المدرسي، القضاء على الدروس الخصوصية، ويمكن شفنا خلال الكام يوم دول تحرك ضد مدرسين سواء في سناتر أو في دروس خصوصية، حتى ولي الأمر يتحمل المسؤولية في حالة وجود مدرس خصوصي عنده في البيت كما قيل يعني. ولكن برضو هذا المنهج عشان أطبقه عندنا في مصر محتاج شبكات نت قوية ومحتاج كهرباء خاصة في القرى والأرياف. لكن معالي الدكتور برضو ذكر أن يكون في بعض المدارس موجود الكتاب المدرسي نظر لظروف المنطقة، الكهرباء فيها مش منتظمة، النت ربما يكون ضعيف، فيكون في بنسبة ضئيلة جدا قد لا تتجاوز 20% العمل بالكتاب المدرسي أو بالنظام القديم، و 80% إن شاء الله في النظام الجديد. ويمكن برضو من الإجراءات التربية والتعليم بتتخذها في 33 نقطة، قلنا الحضور يومان فقط لجميع المراحل الدراسية، تنظيم مواعيد الحضور وتقليل الكثافة داخل الفصول ليومين فقط، يعني الطالب يروح يومين فقط، في حالة وجود نشاط معين اليومين اللي هم يروحوهم، لو في نشاط معين كمان يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات، يبقى مثلا في ماتش كورة يلعبوه الأطفال مع بعض مثلا في خمسة ابتدائي مثلا يلعبوا، ما كانوا بيلعبوا مثلا قبل كده 10 و10، لا يخلوهم خمسة وخمسة، وبدل ما يبقى ماتش يبقى ماتشين، ويكون عندي حتى الفرصة اللي هي الفسحة ما تبقاش واحدة في اليوم، لا يبقى في اتنين عشان اللي ينزلوا عندي حوش المدرسة ما يبقاش عدد كتير. لدى خروج الطفل من المنزل يراعى غسل اليدين بالماء، تعليمات لأولياء الأمور، والصابون، ووضع الكمامة العادية على وجهه بشكل مناسب، ده اللي سنه أكبر من عامين وفي نفس الوقت لا يكون بيعاني من أي شيء في التنفس. يعطي ولي الأمر للطالب الأكل والشراب الخاص به ويصيب بعدم الشراء من الباعة الجائلين، دي تعليمات وزارة التربية والتعليم أو إرشادات وزارة التربية والتعليم. يتوجب على الأهل في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرساله للمدرسة وإخبار مشرف الباص، ما يركبش مع الطلبة ويبلغ بس المشرف. يجرى المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر وقبل صعوده إلى الباص. يراعى عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى باص المدرسة. كذلك جلوس طفل واحد في كل كرسيين، يعني الطفل يقعد في الكرسي ده على يمينه كرسي بدون ما يجلس عليه أحد، وعلى شماله كذلك، يعني كل كرسيين يقعد عليهم يجلس عليهم طفل واحد. جلوس طفل واحد في كل كرسيين متجاورين. تطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسة بشكل دوري. عند نزول من الباص يتم التنبيه على الطلاب بالتحري مقعد والبدء بالنزول حتى في الباص، ما يقعدش على الكرسيين جنب بعض اثنين، لا يقعد واحد بس. عمل فرز حراري على أبواب المدارس للتأكد من خلو الطلاب والمدرسين، يعني المسح الحراري كل الطلاب والمدرسين وفريق العمل معهم بالمدرسة والزائرين من ارتفاع درجة الحرارة. تخصيص بوابات للدخول أخرى للخروج، يعني المدرسة كل مدرسة يبقى عندها باب للدخول وباب للخروج. تعليم الطلاب والمدرسين الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، يعني برضو الطلاب في المدرسة هيتعلموا ازاي نغسل ايدينا سواء كل فترة او قبل ما ننزل من البيت او بعد ما نرجع البيت. اتباع نظام الجرعات التوعوية المصغرة داخل المدرسة كده، في اجراءات ومحاضرات ودروس خفيفة كده للطلبة. حال وقوف الطلاب للطابور يراعى التباعد، اثناء الطابور المدرسي برضو يكون في عندنا تباعد. تواجد مدرسين الحصص الاولى بالفصل قبل الطلاب، يعني المدرس يكون موجود في الفصل قبل الطلاب ما يدخلوا عشان يعملوا عمليه التنظيم بشكل امن. جلوس كل طالب قلنا في ديسك منفصل، واثناء الحصه يجب ان يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب، حتى المدرس نفسه ما يقربش من الطالب وهو بيتكلم معاه، يخلي فيه مسافه تباعد. تقسيم الطلاب المتواجدين على فسحتين، زي ما قلنا بقاش فسحه واحده يبقى فسحتين عشان اللي متواجد بالحوش ما يكونش عدد كتير. في حاله الصعود للفصل من الفسحه يتم عمل طابور مثل طابور الصباح، يعني العملية تكون عملية منظمة. حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين، ونسأل هم غابوا ليه؟ كان غياب طبيعي مثلا ولا غياب لسبب مرضي، فيتم الإبلاغ والتعامل معهم. تتم الأنشطة الرياضية برياضات بدون تلامس، تتم الأنشطة الرياضية برياضيات بدون تلامس
أو بتلامس قليل وعدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر. التباعد الجسدي طبعا لمسافات لا تقل عن مترين، وفي حال التعذر ذلك يجب ألا تقل عن متر مع ارتداء الكمامة أو القماشة من مصدر موثوق منه. منع استخدام الكمامات لدى الأطفال أقل من عامين. تنفيذ الاجتماعات الإدارية للمدرسين وأطقم العمل بالمدرسة في الهواء الطلق، لما يكون عندنا اجتماع في المدرسة ما يبقاش في غرفة مغلقة، لا يكون في الهواء الطلق. تحديد مسار لأولياء الأمور مثل مسار الطلاب، يعني معروف كده أولياء الأمور يقفوا فين ويمشوا منين، أو يجيبوا أطفالهم فين ويستلموهم منين، العملية تكون عملية منظمة. دي تقريبا يعني كانت إرشادات وزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله يكون عام دراسي جديد سعيد وبالتوفيق، وزي ما قلنا عنوان حلقتنا النهاردة التفاؤل والأمل. ويمكن زي ما قلت في البداية حد هيرد عليه يقول لي تفاؤل إيه وأمل إيه يا عمي، شوف الدنيا ماشية إزاي. أقول لك تفاؤل وإن كنت تقطر دما، بدون تفاؤل لن تستطيع أن تكمل الحياة. يمكن أسئلة كتيرة جدا جدا وردت لبرنامج مع القادة بخصوص قانون التصالح. السؤال مثلا واحد يقول لك هو التصالح ده على مين؟ على اللي بنى العقار ولا اللي شاري شقة في العقار؟ واحد تاني يقول لك طيب أنا عايز أتصالح، ينفع أتصالح على الشقة اللي أنا شاريها بس في البرج دون العقار كاملة؟ أسئلة كتيرة جدا جدا، لو حبينا نستفسر لازم نذهب لأحد جهابزة القانون، المحامي معالي المستشار نبيه الوحش، المحامي بالنقد والدستورية العليا. السلام عليكم معالي المستشار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك؟ والله نعمة وفضل الحمد لله. دائما يا رب. معالي المستشار، برنامج مع القادة تلقى رسائل كثيرة، منها من يدفع غرامة التصالح، صاحب العقار أم مشتري شقة؟ قبل المشتري وقبل المالك وقبل المعاون وقبل ده كله، هو هذا القانون ولد سفاحاً، ليس له أب شرعي. ولد هذا وهو مخالف أصلاً للدستور ومخالف للقانون ومخالف للعقل ومخالف للمنطق، ده قبل الدخول في المتاهاتب. يعني هذا الدكتور معالي المستشار نبيل وحش يقول هذا القانون ولد سفاحا، ولد سفاحا ليس له أب لأم شرعي وغير مطابق للدستور والقانون اللي هو القانون رقم واحد، تمام، لسنة 2020، لأنه ما فيش قانون في الدنيا بيرجع بأثر رجعي، تمام. حتى التنفيذية، حتى اللي صدرت لتنفيذ القانون، حتى المسؤولين أتحدى وزير التنمية المحلية لو هو صحيح من لوحة تنفيذية، تمام، التصالح على الشقة للمالك ولا على المقاول ولا على صاحب الشقة، كلها اجتهادات من المحافظين ومن رؤساء الأحياء، ولغاية دلوقتي محدش عارف يبت في أي حاجة، هما بس فرحوا بأن مقدم التصالح يدفع وهتحصل عكة ما بعدها عكة في هذا القانون. معالي المستشار، معذرة على المقاطعة، معالي المستشار، يعني دولة بحجم مصر علمت الدنيا كلها القانون، ألا يجب علينا أن حينما نخرج القانون يكون فيه نقاط واضحة من يتحمل؟ المفروض القانون النص المالك. يا سيدي مصر علمت الدنيا القانون لما كان في جهابزة للقانون، وكان في تشريع، وكان في مجلس نيابي. انما النهارده لما تلاقي مجموعه من الموافقين والبصمجيه وحتى ما بيناقشوش القانون ولا بيعارضوا، يعني حتى المفروض في مضبوط مجلس تالت قراره يعترض على بعض الاشياء، تمام. انا مش ضد انه احنا اي حد بنى على ارض دوله يزال من اساسه، تمام، لانه ده اغتصاب لثروه مصر القوميه، وانا مع الرئيس السيسي والمباني اللي على ارض الدوله. يعني معالي المستشار يقر الازالات التي تتم على املاك الدوله على ارض طبعاً اوقاف؟ طبعا بس انا ليا رجاء وطلب عند الرئيس ان هو يحصل فروق الاراضي الكهرباء
تمام. يعني الرئيس بيشتغل صح، بس القائمين تحت منه بينفذوا غلط. اولا القانون رقم واحد ده خطأ، ثانيا اللائحة التنفيذية ليس لها معالم، ثالثا انا النهارده افرق بين اللي بنى برج عشان يكسب منه تجاريا وبين الراجل اللي توسع عشان اولاده كبروا ومحتاج ليهم، خاصة في القرى والاماكن اللي ما فيهاش زي الصحراوي. تمام يا اما الدولة تديله بديل تمام زي الصحراوي يبني فيه، تمام يا اما تقنن له الارض الزراعية دي، لو عندي رأس فدان تقنن له على اعراف وتديله رخصة. انا ضد برضه المباني بدون ترخيص، تمام. يعني انا ضد المخالفات، بس لو نعمل قانون صح ده، مش قانون يظلم الغلبان من الطبقه الفقيره مع الطبقه العلميه. يا سيدي لما جه بوتين جمع رجال الاعمال كلهم وقال له انت عليك 2 مليار وانت 3 مليار وانت 4 مليار، لما بيسأل واحد من رجال الاعمال قال انت بتعمل حاجه كده ليه؟ او لم تنهض تمام. واحنا المسؤولين عندنا بينفذوا كلام الرئيس غلط وعايزين نصل تنعب على بوتس الغلابه والفقراء. معالي المستشار، خليني اتفق مع حضرتك ان الرئاسه القاده في مصر فعلا بيصطادوا صيد ثمين، واحد بني مخالف وبيجي امر من الرئاسه بالازاله، وشفناها كتير في مصر. للاسف الموظفين في المحافظات وفي القرى ما بيقدروش يروحوا بقى للكبير، يروحوا للضعيف المسكين. بالظبط ف... كده اه ف... فعايز افرق ما بين. اقول لك على حاجه يا رمضان بيه، اتفضل معانا المستشار. النهارده اما تيجي المحافظه محافظه واحده زي محافظه القاهره تمام تعمل تصالح ب 1200 جنيه وتعمل تصالح ب 100 جنيه وتعمل تصالح ب 300 جنيه، يبقى ده فيه اخلال بالمبدا الدستوري اللي هو عدم المساواه وعدم تكافؤ الفرص. تمام. ازاي يعني؟ يعني انا بني عماره وتيجي عشان على شارع تقول ب 1200 جنيه واللي ورا مني يدفع 100 جنيه في التصالح؟ طب كده معلم، معالي المستشار، انا مش هعرف اسال حضرتك السؤالين اللي كنت عايز اخد اجابه عليهم، لان حضرتك رافض القانون بالكليه وبتقول انه ولد غير شرعي. انا بقى عشان بس الناس تفهم صح، تمام، انا ضد المباني على اراضي الدوله، وممكن اللي يلعب اراضي الدوله ده نعمل له الاشغال الشاقه المؤبده. تمام. ضد المباني بدون ترخيص، بس الدوله تسهل الاجراءات. انت ادي واحد. اثنين، تمام، المحكمه الاداريه العليا قالت اذا كان هناك خطا فهو خطا الموظفين والمسؤولين في المحليات. تمام. اعمله انا ليه؟ تمام. واحد. اثنين. ثلاثه، انا بعت برقيه للريس ونشدت فيه انه يجيب المحافظين ورؤساء الاحياء والمهندسين اللي كانوا بيقبضوا بالالافات وقدر اموالهم لصالح عمال لصالح خزينه الدوله. تمام. ويعدمهم القانون من اين لك هذا؟ تمام. الكارثه اللي وصلنا الكبرى يا استاذي انه نسبه من التصالح اللي بيلموها رايحه للمهندسين المرتشين، ده كارثه الكوارث. المهندس ارتشى وخالف وبعدين اديله نصف من اموال بتاعت التصالح، مين قال كده؟ يعني انا بقنن له الرشوه اللي خدها تاني، بزود له الرشوه اللي خدها تاني، ده هو هياخد رشوه تاني عشان يستثنى ناس ويدخل ناس ويحدد سعر مختلف لناس عن ناس. يعني القانون نفسه ولائحه التنفيذيه قالت لك ان المهندسين دول ورؤساء الاحياء ليهم نسبه في قيمه التصالح، يعني انا رميت مليار جنيه يبقى المحافظين والاحياء والمهندسين ليهم نسبه، يعني ارتشوا وخلفوا وباعوا ضميرهم وخلوا ما عندهمش ورق للدوله وفي الاخر اكافئهم واديهم نسبه من قيمه التصالح. يا راجل ده جالي واحد المكتب وقال لي شوف لي واحد يشتري كليتي، بقول له ليه؟ قال لي عشان ادفع مقدم التصالح. خلاني عيطت. لا اله الا حرام. الله. منظر مؤسف نراه في كل المحافظات. الضعفاء يشتكون استغاثة للسيد رئيس الجمهورية، أولا لمد فترة التصالح عن 30/9 وتخفيض المبلغ في بعض الأماكن واستثناء البعض من لا يملك بيت، الظروف يكون في بحث اجتماعي. لكن زي ما ذكر معالي المستشار نبيل وحش، اللي بني على أملاك دولة الحيتان
يحكم عليهم حتى بأي أكبر عقوبة. لكن معالي المستشار برضو أنا عايز أخذ من حضرتك، القانون فرض واقع حاليا دوت، من يدفع المخالفة؟ مالك العقار ولا الساكن؟ نعم، اللي يدفع المخالفة حاليا؟ حتى الآن المحافظين والصالح لا مش عارفين، حتى الأول احنا كمحامين عارفين من هيدفع. ما هي دي المشكلة، يعني صاحب العقار يدفع ولا سامعني معالي المستشار؟ معاك يا باشا. بقول لحضرتك يعني حتى الآن مش عارفين هل فعلا اللي ساكن يدفع وبعدين يقاضي صاحب العقار، ولا صاحب العقار هو اللي يروح يدفع؟ وفر صاحب العقار مات، وفر صاحب العقار هرب، وفر صاحب العقار راح في 60. انا من رايي انه العقارات اللي ملهاش مالك عقار ولسه ما اتسكنتش، ولسه ما اتسكنتش، انا ما مش عارف والله لسه لا عارفين القانون. انا مع حضرتك، العقار اللي لسه ما سكنش لا يسكر ولا يقدم له مرافق الا بالدفع. مشكلتنا حاليا في العقارات الساكنه. وانا ضد، وانا على فكره الاراضي المبنيه اللي اتبنت بالمخالفه لقانون البناء او بدون ترخيص انا ضد يا اخوانا ازالتها. خدها الدفع بيها للدوله، خدها اعملها شقق سكنيه بايجار للناس اللي ما عندهاش ايجارات، ومستحق بالدوله ومستحق بالمالك. تمام، انا ضد الازالتها لان دي ثوره قوميه. ثروة قومية. شكرا. اللي اتبنت مخالفة بدون ترخيص، لا، لكن الإيجارات تبع على أراضي الدولة. تمام، على أراضي الدولة دي تزال من أساسها، لأنه هو يتحمل مسؤولية نفسه. معالي المستشار نبيل الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا، شكرا لحضرتك. سيادة المستشار ذكر نقاط مهمة جدا جدا، وسأل مجلس النواب فين من إقرار القانون؟ في اللائحة التنفيذية بتاع القانون، من يدفع المخالفة؟ مالك العقار ولا الساكن؟ ومن المخطئ؟ الحي والتنظيم ومجلس المدينة والمجلس القروي والمهندسين ولا المقاول ولا المالك ولا الساكن؟ أمور مش واضحة، حط نقاط على حروف عشان نعرف نقرا جيدا. قانون التصالح محدش ضد التنظيم، محدش ضد ان المخطئ يتعاقب، وزي ما سيادة المستشار قال اللي بنى على أملاك دولة، اللي تعدى على أراضي الدولة، لا، خدوا معاه أعلى الإجراءات وأقوى الإجراءات. لكن أنا بتكلم على البسطاء، بتكلم على مرأة يهدم بيتها وتبكي ليل نهار، بسأل عن الناس اللي هم فعلا ما عندهمش واسطة ويقدر يدفع المبلغ قبل 30/9، إيه وضعهم؟ مجلس النواب دوركم منتهى، أنتوا راضيين عن الأداء؟ الشعب إلى من يلجأ؟ هو بيناشد السيد الرئيس، والسيد الرئيس والقيادة في مصر لما بياخدوا قرار بينشنوا على الحيتان ويقول خد قرار ده لأنه عارف إن من جواه قرار 100% صحيح. لكن الموظفين الصغار اللي هم بسطاء اللي هم في القرى يعرف ده فلان الباشا ده معروف، البيه ده معروف، يستثناه ويطبق القانون على الضعيف. سيادة المستشار قال أنا مش ضد التنظيم ولا ضد ان كل من اخطا يعاقب، بس اكيد اخطا معنا. مجلس المدينه اخطا، المقاول الاشرف اخطا، المالك اخطا، الساكن كمان اخطا لما سكن في مكان غير مرخص وراضي عن نفسه ان هو يشتري. بس حط لي كقانون مين اللي يتحمل المخالفه عشان الشعب ما يضربش في بعضه. احنا بنتكلم برضو رغم ان قانون التصالح يكون عندي برضو تفاؤل. هتقولي تفاؤل ازاي؟ البيت يهدم وما عنديش مبلغ التصالح والدنيا صعبة. أقول لك على حاجة، في مثل عندنا حلو قوي بيقول لك اللي ينظر إلى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا نجانا من كورونا وبينجينا من ابتلاءات كتير جدا. ومبلغ التصالح يا جماعة مش مبالغ فيه مثل ما كان يقال الأول، وده خطأ في الإعلام وخطأ حتى في الأجهزة التنفيذية إن هي ما عرفتش توصل رسالة الدولة، وخطأ كمان من بعض المحافظات وبعض المسؤولين اللي حط تسعير عالي قوي. يا جماعة لصالح مين؟ تحط لي رقم عالي قوي ولما الناس تتكلم وفعلا الحكومة تشوف ان الامر ده غير منطقي يتراجعوا في السعر. اضرب لك مثال، لما كلنا سمعنا ان المرور وصلت فيه ان انا عشان اطلع رخصة قيادة خاصة
الكشف الطبي وبعض الحاجات ممكن تشتريهم كده 900 و الناس كلها اشتكت، حصل تراجع للمبلغ هيكون 230 تقريبا. طب ليه من الاساس؟ ليه من الاساس؟ لصالح مين؟ انت كنت بتخدم الدوله؟ بالعكس، انت الدوله حطت قانون. معانا على الهواء الاستاذ حسام من محافظه الدهليه. السلام عليكم يا استاذ حسام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وازي حضرتك يا استاذنا؟ اتفضل يا حبيبي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بصحه وسلامه. احنا بنقدم لحضرتك الشكر والبرنامج والمساعدين والمعدين وكل فريق العمل بالبرنامج. الله يكرمك. في مشكله بعد اذن حضرتك كده. ربنا ما يجيب مشاكل، اتفضل. انا من سكان القرى. اتفضل حضرتك. فطبعا في حاجه اسمها رخصه هدم عندنا البيوت بالطوب تمام. القديم. تمام. فرخصه الهدم دي حضرتك بتكلفنا النهارده 18000 جنيه. تمام. فالدوله ما بعودش منها حاجه من ال 17000 دول، الدوله ما بتاخدش حاجه منهم ال 17000 دول. امال بتروح فين؟ ال 17000 ده هم بيحطوا لنا شرط ان احنا نودي التراب والهدد دون بيروح حته اسمها قلبشو او مقلب الحكومه هناك. يعني انت بتدفعها كتامين ولا بترجع منها وما بيرجعش منها حاجه تاني؟ كتامين، كتامين هدم. بترجع تاخدها تاني يعني؟ بس طبعا بتصرف عليها حوالي 6-7000 جنيه بيروح عليها في الاونطه، ولا الحكومه مستفاده منهم ولا انا مستفاد منهم كمواطن. تمام، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه؟ دي النقطه الاولى. تمام. النقطه الثانيه سعادتك. اتفضل. دلوقتي انا بقدم بعمل رخصه مباني. تمام. بعد رخصه الهدم دي. تمام. احنا عندنا محامي فاسد. لا ما تقوليش اسماء، مش عايز اسماء. طيب ما ماشي. فيش مشكله، مش هنذكر اسماء. ماشي. فالناس بتستغل الموقف، بيروح واحد عارف ان انا بعمل رخصه بيروح ضارب عقد مزور وبيروح رافع دعوه بوقف الترخيص ليا. تمام. لحد ما حقق له المصلحه اللي هو عايزها، اذا كانت مصلحه ماليه، اذا كانت مصلحه ماديه، اذا كانت مصلحه كده او كده. تمام. فانا عايز اعرف القانون دوت يعني يمشي ازاي؟ زي واحد يزور عقد ويروح يوقف به دعوه ترخيص، والكلام ده في القانون ازاي ماشي؟ ازاي اخد حق منه ازاي؟ تمام. طيب عامة بالنسبة للنقطة الأولى أنا أقدر أجاوبك عليها، النقطة الثانية لازم نرجع، يا ريت كان اتصالك كان قبل اتصال. أنا عايز أستاذ في القانون يجاوبني. ماشي. لأن الموضوع ده حصل معايا أكثر من مرة. هنرجع لمعالي المستشار بعد الهوا نبيل الوحش وإن شاء الله نتواصل معاك إن شاء الله بالنسبة للنقطة الثانية. إنما النقطة الأولى أنت قلت المبلغ 17، شكرا ليك أستاذ حسام، قلت إن 17000 دي تأمين وبترجع لك. بتصرف عليها 6-7000، ده اعتقد دي ما فيهاش مشكله طالما تامين انت بتاخده تاني لو حققت الشروط اللي هي المطلوبه. رخصه البناء لازم تقدم عقود. المشكله حضرتك بتقول ان واحد بيضرب عقد بيزور عقد عشان يوقف لك الموضوع ده، عايز تاخد اجراء قانوني ضده. هنرد عليك ان شاء الله بعد الهوا بعد مراجعه سياده المستشار نبيه الوحش. بنتكلم على التفاؤل، ويمكن احسن حاجه يا جماعه الانسان كده يراعي ربنا سبحانه وتعالى، وعشان اعيش بتفاؤل وامل اول حاجه ارضى. الرضا في الرضا، لو انا رضيت ربنا هيرضيني. ارضى باسمي، ارضى بزوجتي، ارضى باولادي، ارضى ببيتي. وزي ما الشيخ الشعراوي قال كل واحد خد حقه 100%، اللي اخده في الزوج، اخده في الاولاد، اخده في الصحه، اخده في المال، اخده في العيله، اخده في المنصب، كل واحد بياخد نصيبه من هذه الدنيا. فاول حاجه ارضى. الحاجه الثانيه احاول في خلال فترتي اللي عدت دي، اكيد كان فيها ايام حلوه وايام سعيده. يعني لو سالت واحد النهارده 6-9 معانا الاستاذ عبد الحميد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ رمضان؟ اهلا بحضرتك يا فندم. انا من زمان وانا عايز اكلم حضرتك، مش عارف اوصل لك خالص. يشرفني ويسعدني، اتفضل حضرتك. الله يخليك. حضرتك انا من مواطن من الفيوم، وكن بس على عشان موضوع الحكومه كنت قدمت بطلب مساعده لمجلس الوزراء من 15/3/2016. تمام. الى الان طرقت كل الابواب، وانا اب لثمان اولاد وعندي سكر وصدفيه مزمنه، لحد الان ما خدتش مساعده من 2016. بتاخد تكافل وكرامه؟ ايوه باخد تكافل وكرامه 600 جنيه. تمام. اتواصلت مع السيد محافظ في كل محافظين الفيوم من اول مستشار وائل مكرم لحد الدكتور احمد الانصاري الموجود حاليا، حولني الجمعيه اسمها صناع الحياه انهم يسلموني التريسيكل في نهايه شهر 6، الكلام ده كان في شهر 3. طيب بص يا حاج عبد الحميد معلش، انا خليني اتواصل معاك بعد الهوا
ويكون في تواصل مع سياده الوزير محافظ الفيوم دكتور احمد الانصاري ومعالي الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ويكون في رد عليك. يا ريت تسيب لي رقمك في الكنترول او خد رقم الكنترول وتواصل معي بعد الهواء. بتكلم ان الواحد يعيش التفاؤل. زي ما قلت في ذكريات في حياتك حلوه، ما الحياه مش يوم لك ويوم عليك، رايت الزمن يدور فلا فرح يدوم ولا سرور. دايما الانسان متقلب وتلك الايام ندولها بين الناس، ومن اسره زمان اساءته ازمان، فلا يغتر بطيب العيش انسان. فالانسان يحاول يعيش ذكرى. لو قلت النهارده مثلا الاحد 6/9، تلاقي واحد يقول لك 6/9 ده كان يوم عيد زواجي وكان يوم جميل وعاش كده اللحظه معاه وبيدي تهنئه لزوجته ولاولاده، عاش اللحظه. واحد تقول لك 6/9 ده يوم الحد، اول يوم بروح في الشغل، وشي يبقى في وش المدير، ده يوم اعلان بربنا. واحد تاني يقول لك 6/9 ده من سنه انا قابلت واحد اسمه بيبو كان شغال في مدينه الانتاج الاعلامي وكان يوم اعلان بربنا. فكل واحد فسر الموقف اللي راح للحاجه اللي تسعده، الحاجه الجميله، هتلاقيه سعيد من داخله. افتكر حاجه تسعده تفرحه. فعشان كده يا جماعه لما تلاقي نفسك متضايق افتكر الايام الجميله في حياتك. ايام بقت والدتك موجوده رحمه الله على من كان ميتا، وربنا يبارك في كل من كان حي. والدتك ووالدك في لحظات جمعتك بينهم معاهم لحظات حلوه، مع اخواتك، مع اصدقائك، طلعت رحله في يوم من الايام وكان يوم جميل، لعبت ماتش كوره وكسبت فيه. افتكر الذكريات الجميله دي اللي هي تكون سبب في السعاده، وابعد عن الذكريات السلبيه. الذكريات اللي كان فيها ازمه، واعرف كده ان خد لقطه من الماضي وما تعيشوش بالكليه يعني، لان خلاص قعدت تفكر في العده مليون مره، هيفيد بايه؟ لا بكاء بعد سكب اللبن، لا هتبكيش على اللبن المسكوب، خلصت خلاص انتهت، خلصانه بشياكه زي ما بيقولوا. فخلينا نقول ايه؟ خليك ايجابي في تفكيرك. لحظه سعيده خدتها. معانا الاستاذ رجب من محافظه الاقصر. السلام عليكم استاذ رجب. سلام ورحمه الله، انا بحييك والله على الفقره دي يا شيخ. الله يعزك يا حبيبي، الله يسلمك. انا بحييك فعلا انت وفريق اعدادك المحترم وجميع مشاهدينا كمان. ده شرف لينا. يا ريت تسمعني دقيقة واحدة بس. مع حضرتك. أنا راجل كنت سواق، وبعد كده جيت بعد 20 أو 22 سنة طبعًا تعبت، قالوا في معاش اللي هو المبكر. تمام. فربنا كرمني الحمد لله، دخلت على المعاش ادوني 908، وصلت دروكيتي ال 1040، أنا بنت لي حجم 80 متر. تمام. 80 متر بالظبط، مفيش غيرهم ولا بدالهم، الحمد لله ربنا، الحمد لله. ودلوقتي أنا تعبت، دلوقتي أنا بكبر ومعايا لسه بنات على جيزة ومعايا ولاد على جيزة، وكل اللي بقبضهم 1040. تمام. طب ايه رايك احنا نديهم نص ال 1040 دي ونقصدهم لهم؟ يا ريت، انا مش مانع، خلي بالك برضك، وبعد كده ربك يعدل. هي حامل كده، انا ما اقدرش، الدولة لو قالت اي حاجة ما اقدرش اقول لا، انا مستعد من المعاش اديهم النص ويستنوني مثلا على الباقي بقى. حاجة راجع معلش براء، انت بتتكلم على التصالح؟ التصالح. يعني انت حضرتك بتقول ان انت بنيت 80 متر ومش عايز البيت يتم هدمه، وعايز يكون في شوية تفاوض بالنسبة للمبلغ او يكون في تقسيط. كل اللي بقبضهم انا 1080 مثلا 1040، بقول يعني باخده كل شهر من المعاش. طب يا ريت يعني. طب حاجة راجع بتسمعني بس، هو المبلغ اللي هنفترض مثلا على قانون 100 جنيه، انت بتتكلم على 80 متر، يعني المبلغ هيتعمل لحظه هيبقى 8000 جنيه، لو هدفع ربعهم يبقى 2000 جنيه بس. نعم. المفروض لو هتعمل تصالح هتعمل تفاوض تصالح ب 2000 جنيه بس، مش مبلغ كبير يعني ولا حاجه. على ال 80 متر. على ال 80 متر، يعني تقريبا 2000 جنيه بس اللي هو الربع. الربع 2000 جنيه. يعني 2000 جنيه تعمل قانون صالح في البدايه في الاول يعني. طب ممكن انا ادفعها مثلا من المعاش؟ اتواصل معايا بعد الهواء يا حاج رجب. شكرا لك، اتواصل معايا بعد الهواء. حاله من ضمن حالات في مصر، لما يكون كان شغال سواق طلع معاش مبكر عشان ظروف الصحيه في وجود اولاد، وباني 80 متر ليه ولاولاده. طب لو تمت الازاله ليه؟ هيروح فين؟ حد يجاوبني. طب هو الراجل مش معارض وعايز يدفع بس مش معاه. طيب ارجو من الكنترول، مش عايز مداخلات تاني. طيب ما ممكن كذا حل يا جماعه. انا لو قلت احد البنوك
الوطنيه اللي عندهم مبالغ. الرئيس السيسي مشكور عمل قرض ب 5%، ليه ما نستثناش الناس اللي هي بسطاء اهلنا وحبايبنا ونقول البنك يدفع لهم وبتقسيط 5%؟ واتمنى هذه المبادره يسمعني احد المسؤولين ويعلن كده نفرح اقول مين، ابسط ناس، اطيب ناس، ناس بتحب مصر بجد، بس العين بصيره واليد اصيل، هو عاوز يقنن بس ما معاهش هيعمل ايه يعني. اتمنى هذا الاقتراح يوصل للمسؤولين. انا كنت عايز اتكلم فيه باستفاضه ان احد البنوك يقول خلاص يا جماعه اللي بنى بيت اقل من 100 متر اللي دخله مع ويجيب كمان ورقه ان من الجمعيه الزراعيه ما عندوش اراضي، يجيب ورقه ان ما عندوش مشروعات، فعلا محتاج انسان بسيط، البنك يدفع له المبلغ بتاعه بتاع التصالح ويقسطه عليه، او رجال الاعمال يحاول يساعده. يعني لما يكون عم رجب بس بيتكلم في محافظه على 2000 جنيه مش عارف يدفعهم، يعني صعبا اي حد من رجال الاعمال او الجمعيات الخيريه يشارك مع الناس دي. اتمنى يكون رساله واضحه، احنا بنحب مصر قوي وعايزين القانون يطبق، بس يطبق على الغني قبل الفقير، يطبق على اصحاب المناصب قبل البسطاء. عشان كده يا جماعه انا بقول تفاؤل ليه، مصر قادمه، ويمكن انا لما بشوف الدوله وبقوتها انا ببقى سعيد لما القرار ينفذ على الجميع، لما الاقي قدام مجالس المدينه الزحمه وناس كلها بتتصارع عشان تدفع قانون التصالح، لان في دوله قويه، دي حاجه جميله جدا جدا. قبل كده كانوا بيبنوا بالنهار ودافعين رشاوه، ولكن ما فيش دوله في التوقيت ده. انما اللي بيحصل النهارده اول رساله بنستفيد منها، عندنا دوله قويه، شيء جميل ونحبه، عندنا قانون ويطبق، بس مع القانون عايزين الرحمه في القانون وروح القانون. سياده الرئيس، دوله رئيس الوزراء، معالي وزير التنميه المحليه، كل مسؤول في مصر، رحمه بالبسطاء، رحمه بالضعفاء، رحمه بمن اذا هدم بيته لا مأوى له. اياكم، احذروا ان يشتكون هؤلاء الى الله سبحانه وتعالى. اذا كان هناك من يتلاعب ويظهر امرا وعنده امر اخر، لا، ياخذ اقصى العقوبه. انا بتكلم على البسطاء بجد، الضعفاء بجد، الناس اللي هي فعلا شكاوى ليل نهار، ناس تقول لك تعالوا شوف بيتي، انا ما عنديش اي حاجه خالص، انا بنيته بمساعده الناس، الناس ساعدتني وبنيته، ما عنديش انا ما عنديش مانع، انا عايز اتصالح بس ما معيش. فعايزين المبلغ يكون معقول في متناول اليد، ويكون في فتره تقسيط، ونفرق يا جماعه بين اللي كان عنده القدره انه يدفع وبيتلاعب ويتهرب، وبين اللي فعلا هو ما عندوش القدره. التفاؤل شيء جميل، تذكر ذكريات جميله مرت في حياتك، وإياك ان تتذكر اشياء مزعجه. حتى اهل العلم يقول لك ايه بقى، تذكر شيئان وانسى شيئان. تذكر احسان الناس اليك، لما تفتكر زوجتك اولادك اكيد في حاجات حلوه، جيرانك اصحابك عملوا معاك حاجه حلوه، تذكر الشيء الجميل ده، وتذكر اساءتك انت للناس، انت اكيد ضايقتهم، والحاجه الثانيه تذكر دول، وانسى اساءه الناس اليك، ما تقولش والله بيبو كان يسقيني حاجه ساعه من 10 سنين وبخل عليه وما سقانيش. وتذكر احسان الناس اليك، وانسى اساءه الناس اليك. اتمنى ان تكون الرساله وصلت، تفاؤل، امل، نكمل حياتنا. لئن فقد الانسان جزءا ولو كان بصره خير من ان يفقد الامل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر بحفظه، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر وامنها، اللهم احفظ مصر ومن احبها. الى ان نلتقي بحضراتكم في الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.